جامع وقع بسم وين الكاميرا هنا اول شيء كما قلت مقابله بالنسبه لنا احنا مقابله مهمه مقابله نفس المقابلات اللي لعبناهم ضد موريتانيا والمالي رانا لاعبين دو ماتش في 6 ايام وبفريقين مختلفين ان شاء الله احنا داخلين هذه المقابله بقوه باش على الاقل نفوزوا بالمقابله ونرجعوا بالفوز ان شاء الله. بيان سير منتخب تونسي معروف بالاداء تاعه، معروف باللاعبين اللي عنده، الخبره الافريقيه اللي عندهم، رانا قارين مليح كيفاش يلعبوا. ان شاء الله عندنا ثقه في لي جوا اللي راح يلعبوا في الطاقم الفني. نفس ما قلت لك مقابله نفس المقابلات اللي لعبناهم، وندخلوا بنفس العزيمه وبنفس القوه ان شاء الله باش نحققوا الفوز ان شاء الله. النصائح نلعبوا كيما موالف 100%، نلعبوا نضغطوا في الامام ونحاولوا نسترجعوا الكرات ونستحوذوا على الكره ان شاء الله، وعلى ليش لا نربحوا بالنتيجه ان شاء الله. لا الحين انا تركيزي الان مع المنتخب، عندي مازالي مقابله ان شاء الله، نكمل هاي المقابله بالفوز ان شاء الله ونشوف المستقبل تاعي. مازال ماشي اكيد، ماشي كما نقولوا احنا مازال ما كاش حاجه اوفيسيال، ولكن ان شاء الله اذا كانت حاجه لما لا ان شاء الله. بيان سير اكيد صحيح.